الكام يوم اللي فاتوا الدنيا اتقلبت في امريكا بسبب معلومتين وصلوا للمخابرات الامريكيه. اول معلومه هي نجاح الصين في سرقه تصميمات اخطر حامله طائرات امريكيه اللي هي حامله الطائرات يو اس اس جيرالد فورد. الصين سرقتها وعملت منها واحده طبق الاصل. اما المعلومه الثانيه فهي ان الصين نجحت في امتلاك عدد كافي من الصواريخ الفرط صوتيه اللي تخليها قادره تدمر الاسطول الامريكي الموجود في المحيط الهادي في اقل من 24 ساعه. وبعد ما المعلومتين دول وصلوا للمخابرات الامريكيه والدنيا اتقلبت هناك، طلع رئيس القياده الامريكيه البحريه في المحيط الهندي والمحيط الهادي اسمه الادميرال جون اكولينو وقال لهم شفتوا هو ده اللي انا قلت لكم عليه في الكونجرس شهر مارس اللي فات ومحدش منكم صدقني، اهو كل ده بسبب الكباريه اللي الصين ضحكت عليكم بيه وانتوا صدقتوها وقلتوا ده مجرد مالها ليلي ما يخوفناش. ايه حكايه الكباريه ده؟ هقول لك دلوقتي. الجنرال ده كان الكونجرس الامريكي استدعاه في شهر مارس اللي فات علشان يستجوبوا عن المعركه البحريه اللي دايره هناك في المحيط الهادي عند تايوان. انتوا عمالين تصرفوا مليارات الدولارات ولحد النهارده لا حاربتوا ولا رجعتوا من هناك، انتوا هتحاربوا امتى ولا هترجعوا امتى؟ فالراجل رد على الكونجرس الامريكي وقال لهم يؤسفني ابلغكم بخبرين اسوأ من بعض. الخبر الاول ان القوات البحريه الصينيه تفوقت على القوات البحريه الامريكيه، الصين بقت اكبر قوه بحريه في العالم. اما الخبر الثاني فهو ان قواتهم الجويه هي كمان في طريقها للتفوق على القوات الجويه الامريكيه. سلاح الجو الصيني هيبقى اقوى من سلاح الجو الامريكي، هيبقى اقوى سلاح جو في العالم. طيب الراجل ده قائد القوات البحريه الامريكيه في المحيط الهادي والمحيط الهندي، يعني راجل تقيل وكلمته اتقل، جاب الكلام ده منين؟ وايه حكايه سرقه حامله الطائرات الامريكيه جيرالد فورد؟ وايه حكايه الصواريخ فرط صوتيه اللي امتلكتها الصين وقادره تدمر بيها الاسطول الامريكي الموجود في المحيط الهادي هناك عند تايوان؟ والجيش الامريكي عمل ايه علشان يواجه الصواريخ الصينيه؟ وايه هي اصلا الصواريخ فرط صوتيه اللي رعب امريكا قوي كده؟ والسؤال الاهم من كل اللي فات، ايه حكايه الكباريه اللي كان سبب في امتلاك الصين لتكنولوجيا صناعه حاملات الطائرات؟ اقول لك الله ينور عليك، هي دي الاسئله المهمه، تعالى بقى نجاوب عليها. الصين عندها 3 حاملات طائرات، اول واحده سرقتها من اوكرانيا ودي اسمها ليونانج، والثانيه اسمها شاندونج، والثالثه وهي اللي تهمنا النهارده واسمها فوجيان، ودي اللي سرق تصميماتها من حامله الطائرات الامريكيه يو اس اس جيرالد فورد. حامله الطائرات الثانيه شاندونج كانت اول انتاج صيني بالكامل، صحيح كانت مشتقه من حامله الطائرات الاوكرانيه المسروقه لكنها اتصنعت بالكامل في الصين. طولها 315 متر وبتشيل لحد 44 طياره من بينهم 32 طياره مقاتله. اما حامله الطائرات الثالثه فوجيان واللي سرقوا تصميماتها من حامله الطائرات الامريكيه جيرالد فورد فطولها 325 متر، اطول من شاندونج ب 10 متر وبتشيل لحد 70 طياره، وده تقريبا ضعف عدد الطيارات اللي بتشيلها حامله الطائرات شاندونج، ده غير انها بتمتلك انظمه هبوط واقلاع اكتر واكثر تطورا من شاندونج، لدرجه انها بتصنف دلوقتي كاكبر حامله طائرات غير امريكيه في العالم. لكن ورغم كل المميزات دي الا ان الجيش الامريكي نفى تفوقها على حامله الطائرات جيرالد فورد او حتى مقارنتها به، لانها من وجهه نظر الجيش الامريكي صحيح بتمتلك نفس التصميمات وصحيح تقريبا نفس الحجم، لكن في اختلافات اهم بتميز جيرالد فورد والصين ما قدرتش تنفذها في حامله الطائرات فوجيان. اولها واهمها مثلا ان جيرالد فورد بتشتغل بالطاقه النوويه، جواها مفاعلات نوويه، وده معناه انها قادره تستمر في المعارك شهور كامله بدون انقطاع. ده غير ان احتياج حامله الطائرات الصينيه للوقود العادي بما انها مش شغاله بالمفاعلات النوويه فده معناه انها هتضطر تحمل كميات كبيره جدا من وقود الطائرات في بطن السفينه، وبالتالي هتقلل من تخزينها للذخيره او باقي المعدات. لكن هنا بيرد الخبراء العسكريين الصينيين وبيقولوا ان السفن الحربيه الصينيه اصلا مش محتاجه للوقود النووي. ليه يا فندم؟ لانها مش محتاجه تستمر في الحرب شهور بدون تجديد الوقود العادي. ايوه ليه برضه؟ قال لك لان الحرب هتبقى على سواحل الصين نفسها، الحرب في المحيط الهادي هناك عند تايوان، وتايوان دي لازقه في الصين، يعني السفن الحربيه الصينيه بتتحرك وبتحارب حوالين المواني والقواعد العسكريه الصينيه، الطيارات المقاتله نفسها مش هتبقى محتاجه تجدد الوقود بتاعها من حامله الطيارات، تقدر تنزل في اي قاعده عسكريه على الشواطئ الصينيه تحمل وقود وترجع تشتبك، ده غير ان الصين صنعت جزر في قلب المحيط الهادي وبنت فوقها قواعد عسكريه، وبالتالي السفن والطيارات الصينيه عندها قواعد للامداد والتموين والصيانه في قلب الميه، مش محتاجه حتى انها تنزل على السواحل الصينيه، وبالتالي الجيش الصيني شايف ان عدم وجود وقود نووي في حامله الطيارات بتاعته مش عيب فني ولا نقص في الامكانيات، بالعكس ده المفروض الجيش الامريكي بقى هو اللي يخاف مننا. ليه يا فندم هيخاف منك؟ ده لا مؤاخذه تصميمات حامله الطيارات بتاعتك مسروقه من الجيش الامريكي. قال لك بكل بساطه لاني بمتلك الصواريخ فرط صوتيه اللي تقدر بكل سهوله تدمر الاسطول الامريكي في اقل من 24 ساعه. ايه حكايه الصواريخ فرط صوتيه دي؟ الصواريخ فرط صوتيه دي صواريخ زي باقي الصواريخ اللي حضرتك تعرفها لكنها اخطر منهم كله. ليه طيب؟ لانها اسرع من سرعه الصوت بخمس مرات. مثال تقريبي على كده، سرعتها في الثانيه الواحده بتساوي 2 كيلومتر، في الثانيه الواحده 2 كيلومتر. وبما ان دفاعات حاملات الطائرات والسفن الحربيه الامريكيه بتتعامل مع الاهداف المعاديه على بعد مئات الامتار فده معناه ان حاملات الطائرات والسفن الامريكيه محتاجه توقع الصواريخ فرط صوتيه دي في جزء من الثانيه، لان خلاص الصواريخ فرط صوتيه لو دخلت مجال حامله الطائرات والسفن الامريكيه لمسافه 400 ولا 500 متر
اللي هي المسافة اللي الدفاعات بتشتغل فيها، فده معناه ان الصواريخ فرد صوتية مش محتاجة غير جزء من الثانية علشان تضرب حاملة الطائرات الامريكية. حد يقول طيب ما اكيد دفاعات حاملات الطائرات الامريكية مصممة بتكنولوجيا عالية تمكنها من اسقاط كل انواع الصواريخ حتى الصواريخ فرد صوتية. اقول لك انت صح، لكن هنا حاملات الطائرات الامريكية بتواجهها 4 مشاكل. اول مشكلة ان الصواريخ فرد صوتية بتتميز عن غيرها بقدرتها على المناورة، يعني مش بتتحرك في اتجاه واحد ثابت علشان تقدر تنشن عليها وتوقعها، دي هتنفذ عمليات مناورة وحضرتك مطلوب منك تتفوق عليها في المناورة دي وتوقعها في جزء من الثانية، وده تقريبا مستحيل. وحتى لو افترضنا انك بمجهود خرافي قدرت توقع صاروخ ولا اتنين، فماذا يحدث لو الصين ضربتك بمئات الصواريخ؟ هتوقع مين ولا مين؟ حتى لو وقعت نصهم، وده مستحيل بالمناسبة، فده معناه ان النص التاني ضربك خلاص، انت بتعمل ايه؟ احنا بنتكلم عن جزء من الثانية، هتعمل ايه في جزء من الثانية؟ اما المشكلة الثالثة فهي ان الصواريخ فرد صوتية بتقدر تطير وتنفذ عمليات هبوط بمستوى منخفض عن الصواريخ البالستية، وده بيديها امكانية الهروب من انظمة الرادارات البرية او حتى البحرية. اما المشكلة الرابعة والاهم هي ان مخازن الذخيرة اللي المفروض حضرتك بتضربها على الصواريخ فرد صوتية دي محتاجة تتجدد. السلاح بتاعك مش ليه خزنة؟ الخزنة دي جواها ذخيرة، لما الذخيرة بتفضى مش بتحتاج تغيرها بواحدة جديدة؟ هتعمل كل ده امتى بقى اذا كانت الصواريخ فرد صوتية كل اللي محتاجاه علشان تضربك جزء من الثانية؟ احنا بنتكلم عن جزء من الثانية. حضرتك تقول لي طيب ما امريكا اكيد هي كمان عندها صواريخ فرد صوتية. اقول لك ان الجيش الامريكي في شهر نوفمبر سنة 2021 اتعاقد مع 3 شركات للصناعات الدفاعية ليه يا فندم؟ علشان تطور له صواريخ اعتراضية يقدر بيها انه يوقع الصواريخ فرد صوتية. لكن الشركات دي بلغت الجيش الامريكي انها علشان تنجح في ده محتاجة مش اقل من 15 سنة، خصوصا بعد التجربتين الفاشلين اللي نفذهم الجيش الامريكي سنة 2021 لما حاول يطلق صاروخين فرد صوتي لكن التجربتين فشلوا. وبالتالي صحيح امريكا عندها برنامج لصناعة الصواريخ فرد صوتية، لكنه مش بنفس جودة وكفاءة برنامج الصواريخ الفرد صوتية اللي بتمتلكها الصين وروسيا وكوريا الشمالية. انت مش كل شوية تسمع ان كوريا الشمالية بتنفذ تجربة اطلاق صواريخ فرد صوتية فتقوم كوريا الجنوبية واليابان يطلعوا يصوتوا؟ ما سمعتش في حرب اوكرانيا ان روسيا استخدمت صواريخ فرد صوتية ودمرت بيها مش عارف قد ايه من قوات العدو؟ هي دي الصواريخ فرد صوتية. حضرتك تقول لي هنا على فكرة بقى ابو حميد انا مش معاك في نظرية المؤامرة دي، ايه اللي يخليك متأكد قوي كده ان الصين بتطور الصواريخ فرد صوتية دي مخصوص علشان تضرب بيها امريكا؟ على فكرة بقى انا حاسس انك متحامل على الصين. اقول لك طيب بص معايا كده على الصور دي صور لصحراء اسمها صحراء تاكلا مكان. حضرتك تقول لي ايه ده؟ هو ايه اللي دخل حاملة الطائرات الامريكية في الصحراء؟ هي غرزت ولا ايه؟ اقول لك دي مش حاملات الطائرات الامريكية، لكنها نماذج طبق الاصل لحاملات الطائرات الامريكية. الصين هي اللي صنعتها علشان تجرب فيها الصواريخ فرد صوتية، عايزة تتاكد ان صواريخها تقدر تضرب وتدمر حاملات الطائرات الامريكية. ما هو ده اللي مجنن امريكا. امريكا بتتفرج صوت وصورة من الاقمار الصناعية على تجارب الجيش الصيني وهو بيدمر حاملات الطائرات بتاعتها، وده اللي خلى الراجل قائد القيادة البحرية الامريكية في المحيط الهادي والهندي يحذر الكونجرس الامريكي شهر مارس اللي فات ويقول لهم ان البحرية الصينية بقت اقوى مننا، اتصرفوا شوفوا لكم حل. لكن ما حدش سمع كلام. فين لحد ما المخابرات الامريكية اكتشفت ان البحرية الصينية سرقت تصميمات اكبر حاملة طائرات امريكية الا وهي جيرالد فورد، وصنعت واحدة منها طبق الاصل. حضرتك تقول لي ايوه يعني كده خلاص امريكا سلمت؟ اقول لك طبعا لا، امريكا ما سلمتش ولا حاجه. هي من امتى امريكا بتسلم؟ امريكا قالت لك بما اني مش عارف انجح في امتلاك الصواريخ فرد صوتيه بنفس الكفاءه العسكريه اللي بتتميز بيها الصين وروسيا وكوريا الشماليه، فانا هجرب حظي في مدافع الليزر. وفعلا نجحت فيها بنسبه كبيره. صحيح لسه ما وصلتش لقوه الاطلاق الكافيه لتدمير حاملات الطائرات الصينيه، لكنها امتلكت مدافع الليزر الكافيه لتدمير البوارج والسفن الحربيه الصغيره، ده غير قدرتها على التصدي لبعض انواع الصواريخ. وخليني احكي لك، امريكا لما جت تفكر في طريقه لصد هجمات الصواريخ فرد صوتيه لقيت ان الدفاعات الصاروخيه اللي راكبه على حاملات الطائرات بتاعتها مستحيل تتحمل هجمات الصواريخ الصينيه، خصوصا لو المعركه طولت. اولا زي ما قلنا لانك محتاج تجدد مخازن الذخيره، وده مش هينفع قدام الصواريخ فرد صوتيه اللي بتحتاج بس جزء من الثانيه علشان تضربك. ثانيا والاهم ان تجديد مخازن الصواريخ في حاملات الطائرات والبوارج الحربيه ما بتتمش في البحر، لازم حامله الطائرات ترجع للميناء وتقف وتثبت وهناك يحملوا عليها الصواريخ الجديده. وزي ما قلنا مفيش وقت للكلام ده، الصواريخ الصينيه شغاله ما بتعطلش، طايره في السماء بتدور عليك. طيب هنتصرف ازاي؟ قال لك احنا محتاجين سلاح ما بيعطلش ولا بيحتاج صيانه ولا الذخيره بتاعته بتخلص، والاهم من كده ان قدرته على اصابه الاهداف يتم ربطها بالذكاء الاصطناعي علشان تتنفذ في جزء من الثانيه. ايه هو السلاح اللي هيعمل لك كل ده في وقت واحد؟ قال لك سلاح الليزر. الليزر بيشتغل بالطاقه، واحنا حامله الطيارات بتاعتنا بتشتغل بالمفاعلات النوويه، يعني طاقه ما فيش اكتر منها، لا بتقطع ولا بتضعف. اسحب يا باشا طاقه زي ما انت عايز 24 ساعه في اليوم 7 ايام في الاسبوع. تاني حاجه سرعه اشعه الليزر بتساوي سرعه الضوء،
وبالتالي إصابتها للصواريخ الصينية هتكون حتى لو مش أسرع من الصوت، ده لو افترضنا أن سرعة الصواريخ الصينية أضعاف سرعة الصوت، فعلى الأقل هتساويها في السرعة. بالمناسبة الضوء أسرع من الصوت، علشان كده بنشوف البرق قبل ما بنسمع صوته. طيب تمام، عندنا بقى أسلحة الليزر دي ولا لسه هنخترعها؟ فاتضح أن الجيش الأمريكي فعلا كان شغال عليها ويقدر يصنع منها أسلحة بقوة 60 كيلو وات. لكن القوة دي صحيح تقدر تضرب طيارة بدون طيار أو حتى صاروخ عادي، لكن احنا محتاجين قوة أكبر من كده علشان ندمر حاملات الطائرات والسفن الحربية الكبيرة والصواريخ فرط صوتية. محتاجين على الأقل 300 كيلو وات. احنا بنتكلم عن الأسطول الصيني اللي عدد قطع البحرية وصل ل 800 قطعة بحرية ما بين حاملات طائرات وسفن حربية وبوارج وفرقاطات وخفر سواحل وغيرهم، وده تقريبا ضعف عدد القطع البحرية الموجودة في الأسطول البحري الأمريكي. طيب أمريكا تيأس؟ الإجابة طبعا لا. جت في شهر أغسطس سنة 2022 وركبت أول سلاح ليزر على مدمرة صواريخ اسمها أرلي بيرك. السلاح طورته شركة لوكهيد مارتن اللي بتصنع طيارات الاف 35 وربطوه بمنظومة رادارات إيجس ومعها منظومة تحكم آلية، وبعد كل الشغل ده أطلقوا عليه اسم هيليوس. قال يعني كده هيخوفوا الصينيين. لكن ورغم الإنجاز العظيم ده إلا إن قوة السلاح كانت 60 كيلو وات بس، وده رقم قليل جدا مقارنة بالأسلحة والأسطول البحر الصيني اللي عايزين ندمره. طيب محتاجين إيه علشان نضرب الصواريخ الصينية؟ فردت هنا شركة لوكهيد مارتن نفسها وقالت لك محتاجين نطور قوة سلاح الليزر ده علشان قوته تزيد ل 300 كيلو وات، ده بحد أدنى. وفعلا بدأوا يشتغلوا على سلاح جديد غير هيليوس ده اسمه هيل كاب. لو تاخد بالك أسماء الأسلحة كلها بتبدأ باسم هيل اللي هو الجحيم، هيليوس هيل كاب. وقال لك اننا لو نجحنا فعلا في تصنيع سلاح هيل كاب ده، ساعتها بس نقدر نتصدى للصواريخ فرط الصوتيه الصينيه. اسمع حد هنا يقول طيب حلو ده، الصين بقى لازم تضرب امريكا دلوقتي حالا قبل ما يصنعوا الهيل كاب. اقول لك ايه الحماس الرهيب اللي جواك ناحيه الصين ده، ما تنساش ان امريكا لسه معاها النووي، وزي ما ضربت اليابان قبل كده في هيروشيما وناجازاكي سهل تضرب الصين بنووي والصين هي كمان ترد عليها بالنووي والبشريه كلها تدفع الثمن. وبعدين اوعى تنسى ان وجود تعادل في ميزان القوى بين الطرفين في مصلحتك انت. انت متخيل يعني لو الصين هزمت امريكا وحكمت العالم هتعمل فيك ايه؟ هتصرف لك مرتب كل اول شهر؟ دي دولة شيوعية يا فندم، يعني غالبا كده هتمص دمك. فانت اللي يهمك ان هما الاثنين يفضلوا كده، يفضلوا طول الوقت مخوفين بعض ومحتاجين لك انت وبيتمنوا لك الرضا ترضى. المهم هو ده الوضع القائم دلوقتي بين الصين وامريكا في المحيط الهادئ. الصين بتخوف امريكا بالصواريخ فرط صوتية، وامريكا شغالة على اسلحة الليزر علشان تقدر تحمي نفسها من الصين. وبكده ما تفضلش غير حكاية واحدة، الا وهي حكاية الكباريه اللي كان سبب اصلا في امتلاك الصين لحاملات الطائرات. خلينا أوكرانيا قبل تفكيك الاتحاد السوفيتي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي، وبناء عليه جزء من الصناعات العسكرية السوفيتية كان بيتم في أوكرانيا. من بين الصناعات العسكرية دي صناعة حاملات الطائرات، من بين حاملات الطائرات اللي كان بيتم تصنيعها حاملة اسمها فارياج. حلو كده؟ حضرتك تقول لي حلو، اقول لك لا مش حلو، لان بمجرد ما انهار الاتحاد السوفيتي سنه 1991 كل حاجه اتعطلت. حامله الطيارات فارياج نفسها واللي كان تصنيعها انتهى بنسبه 70% هي كمان اتركنت. طب وبعدين يا جماعه، حامله الطيارات تقريبا خلصت، مش فاضل لها غير وش دهان بره وجوه. في الوقت ده اوكرانيا هي كمان وبعد ما انفصلت عن الاتحاد السوفيتي كانت بتعاني من الفقر الشديد، مفيش فلوس. خلاص الاتحاد السوفيتي اللي كان بيصرف هو نفسه انهار وتفكك، فقال لك خلاص شوف لنا اي حاجه ينفع تتباع علشان نبيعها. مين هنا اللي تقريبا خلصانه وجاهزه للبيع؟ حاملة الطيارات فارياج. دول تيجي ودول تروح وناس يتفرجوا عليها وناس يفحصوها، لكن ما حدش عايز يشتريها. ما هنشتريها نعمل بيها ايه؟ لو الدولة اللي بتتفرج عليها ما عندهاش تكنولوجيا تصنيع حاملات الطيارات تقول لك مش هعرف اكمل صناعتها، ولو دولة بتمتلك تكنولوجيا صناعة حاملات الطيارات تقول لك ما انا عندي الحاملات بتاعتي هشتري من بره ليه؟ مين هنا في الوقت ده كان واقف بعيد وعينه هتطلع على حاملة الطيارات؟ الجيش الصيني، لكن مش قادر يقرب منها لان المخابرات الامريكية بتراقب تحركاته ومش هتسمح له يشتري حاملة الطيارات ولا يطور من قدراته العسكرية في البحر. وقتها الجيش الصيني كان لسه على قده، وامريكا في المقابل طالعه منتصره من الحرب العالميه الثانيه وضربه اليابان بقنبلتين نوويتين رعبه بيهم العالم، فالصين تجيبها يمين تجيبها شمال مش قادره تقرب من حامله الطيارات. وفعلا حامله الطيارات فارياج حالها وقف واوكرانيا ما عرفتش تبيعها. فين لحد سنه 98، يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بسبع سنين، حامله الطيارات كانت بدات تصدي، دي حرفيا بدات تصدي. ظهر رجل اعمال في اوكرانيا علشان يتفرج على حامله الطيارات. حاملة الطيارات ايه يا عم اللي جاي تتفرج عليها؟ دي صدت وبقت كهنة. وبعدين انت ايه علاقتك بالجيوش وحاملات الطيارات؟ قال لك ولا ليه اي علاقة، انا رجل اعمال في ماكاو. ماكاو دي منطقة ادارية تابعة للصين ومشهورة بتجارة الجنس والقمار ونوادي التعري. فقال لهم انا رجل اعمال من ماكاو وعايز اشتري حاملة الطيارات دي علشان احولها لكباريه او ملهى ليلي عندي هناك في ماكاو. طبعا الناس اللي بتسمع الراجل ده افتكروه مجنون. كباريه ايه وماكاو ايه؟ ده انت علشان تسحبها من اوكرانيا لماكاو في الصين هتصرف عليها اكتر من ثمنها. لكن الحقيقة
الراجل ما كانش مجنون ولا حاجه، لانه عرض عليهم يشتري حامله الطائرات ب 20 مليون دولار بس. حامله الطائرات اللي بتتباع بمليارات الدولارات عرض عليهم يشتريها ب 20 مليون دولار بس، وقال لهم فعلا انتوا عندكم حق، انا هصرف على نقلها اكتر من ثمنها، علشان كده لازم تنزلوا لي في سعرها، وعموما ادي الكارت بتاعي، فكروا براحتكم وردوا عليا. حامله الطائرات عندكم بتصدي اكتر ما هي مصديه، وفلوسي جاهزه كاش على الترابيزه. وسيد المواطن خلينا اقول لك ان مش بس الحكومه الاوكرانيه هي اللي صدقت الراجل، دي المخابرات الامريكيه هي كمان صدقته، لانهم لما دوروا وراه طلع فعلا رجل اعمال في مكاو وعنده شركه هناك لتجاره الجنس والتعري والقمار. ده غير ان رجال الاعمال في الصين قبلها كانوا اشتروا سفن حربيه سوفيتيه قديمه وحولوها لمناطق سياحيه، يعني الموضوع مش جديد على رجال الاعمال الصينيين، بس المره دي كانت اول مره يشتروا حامله طائرات. المرات اللي فاتت كانت سفن حربيه صغيره. خلاص يا فندم مبروك عليك حامله الطائرات، هات ال 20 مليون دولار. وفعلا الراجل اشتراها وبدا يسحبها على الصين، لكن هنا واجهته مشكله تانية اكبر، وهي انه علشان يسحبها للصين لازم يعدي من مضيق البوسفور في تركيا، لكن تركيا بترفض مرور حاملات الطائرات من المضايق بتاعتها، خصوصا لما تكون حامله طائرات عطلانه، لان ده ببساطه ممكن يتسبب في اغلاق المضيق كله لو هبت عاصفه مثلا او الرياح اتسببت في جنوح حامله الطائرات، بالظبط كده زي ما سفينه ايفر جيفن قفلت قناه السويس. فالحكومه التركيه قالت لك لا، اركن لي بقى حامله الطائرات دي كده على جنب، مفيش حد هيعدي من هنا. يا تركيا يهديكي يرضيكي، مفيش فايده. الكلام ده كان سنه كام؟ كان سنه 98. بعدها بثلاث سنين اللي هي سنه 2001 اخيرا وافقت تركيا على مرور حامله الطائرات. مفاوضات بقى ورشاوي بتدفع هنا وفلوس هنا، ثلاث سنين وفضت لها مضيق البسفور مخصوص علشان تعديه، والحمد لله عدت بدون اي مشاكل. لكن بمجرد ما وصلت عند جزيره سيكروس اليونانيه مالت على جنبها، وواحد من البحاره مات. عادلوا السفينه وظبطوا اتجاهها، والحمد لله كملت طريقها لحد ما وصلت لقناه السويس. عايزه تعدي من قناه السويس علشان تاخد البحر الاحمر ومنه للصين، لكن قناه السويس هي كمان رفضت عبورها لسبب بسيط، وهو انها ما بتسمحش بعبور السفن الميته. لازم يا باشا السفينه تبقى شغاله ومحركاتها شغاله علشان ما تعمليش اي مشاكل في القناه. فاضطرت الصين انها تسحبها على مضيق جبل طارق ومنها لطريق رأس رجاء الصالح لحد ما وصلت للصين. وصلت الصين امتى؟ سنة 2002. شوف الصين بتحاول تشتريها من امتى؟ من سنة 91. لكن حاملة الطائرات ما وصلتش الصين فعليا الا سنة 2002، ورغم ان الراجل كان شاريها بس ب 20 مليون دولار، الا ان المصاريف اللي اتصرفت على سحبها ورسوم العبور والبحار والجنوح والتسهيلات والرشاوي وغيره رفعت من سعر السفينة ل 120 مليون دولار، لكنه رقم برضه لو قارنته بسعر اي حاملة طائرات هتلاقيه كلام فارغ. المهم البحرية الصينية بدأت تصلح في حاملة الطائرات من سنة 2002 لحد سنة 2012، 10 سنين بيصلحوا فيه. حضرتك تقول لي ايه علاقة البحرية الصينية بالموضوع؟ هو رجل الأعمال مش هيحولها لكباريه؟ أقول لك إن رجل الأعمال ده طلع ضابط في المخابرات الصينية، والشركة اللي عملها في مكاو كان عاملها قبل ما يشتري حاملة الطائرات بسنة واحدة، بالبلدي كده كانت كفر، مجرد غطاء علشان يقدر يشتري حاملة الطائرات. ومن 2012 لحد سنة 2018 حاملة الطائرات اشتغلت في التدريب، بعدها الصين غيرت اسمها من فارياج لاسم تاني وهو لياونينج. وبعد ما كان شغلها مقتصر على التدريب بس، الصين طورتها لحد ما الجيش الياباني نفسه هو اللي رصدها سنة 2022 بتنفذ عمليات عسكرية في بحر الصين الشرقي. وهنا سيد المواطن حضرتك بتدرك حاجات كتير جدا من قصة النهاردة، وهي ان جنب مننا جوز حيتان عمالين ينهشوا في بعض هناك في المحيط الهادي، ولو واحد فيهم انتصر هيبلع اللي باقي من دول العالم. فندعي ربنا ان هما الاتنين يفضلوا يخبطوا في بعض ويحافظوا على ميزان القوة، علشان احنا كمان نقدر نعيش تحت منهم ومحدش فيهم يدوسنا بالغلط. وهنا بقى السؤال لحضرتك، تفتكر الصين هتقدر تتفوق على امريكا بالصواريخ فرد صوتيه، ولا امريكا هتنجح في تطوير اسلحه الليزر بالشكل اللي يمكنها من فرض الهيمنه العسكريه على الصين؟ secrets.